والله ما اخفيك، احنا جتنا شكاوي كثيره يعني، خاصه مزارع الوفره وجواخير كبد. الوفره يعني النفايات بالشوارع مع الاسف. اجتمعت مع اخواني، طلعت انا ومدير عام بلديه الكويت ونواب المدراء الى الوفره، وشاهدت يعني شيء يحز بالخاطر لما اشوف انا بلدي بهذا الشكل. لذلك انا اجتمعت مع الشركه اللي ماخذ العقد وبلغتهم شنو النواقص اللي عندكم. بهذه المناسبه انا احب اشكر اخوي معالي وزير الدفاع ومعالي وزير الداخليه على تعاونهم معنا بصراحه. فبلغوني قالوا لي شو اللي تبي من الحاويات، تبي من الشاحنات، اللي تبي عندنا احنا نقدر نساعدك للاستعجال بتنظيف المزارع. لذلك احنا عندنا بتعديل اللائحه الان ان اي واحد عنده نفايه ما يرميها برا، لا راح نحط له قرفه داخل المزرعه ويكون الرمي داخل مزرعته ما يطلع برا، تجي البلديه داخل وهي تشيل من الباب الخارجي، بس ما يرمي النفايات برا او الوسخ برا. خطر غير حضاري بصراحه ولا تعلمنا عليه. لذلك انا اناشد من تلفزيون الكويت اخواني اهل المزارع ان يكونون يعني متعاونين مع بلدية الكويت من أجل الكويت. أكيد. إحنا ما نبي شيء والله، يعني إحنا ودنا لما ندش المزارع نشوفها يعني جميلة خضرة، نبي نشوف أمن غذائي حقيقي. لذلك أنا يعني كانت الشكاوي كثيرة كانت تجيني ورحت بعيني شفتها يعني. وبالفعل يعني ما لوم على المزارع، ولكن إحنا الحين إن شاء الله على وشك الانتهاء وعندنا زيارة قادمة إن شاء الله للوفرة، بنتأكد شنو اللي صار فيها. واللي عرفت الآن يعني تقريبا حلوة 70 إلى 80% انزالت النفايات. لذلك أنا عندي إن شاء الله. هل قصدتم ردود أفعال تجاه هذا الموضوع؟ نعم، مع الوزير؟ نعم نعم، كثير من الأخوة اتصلوا وتشكرون وتشكرون من مدير فرع بلدية الأحمدي. لذلك أنا سعيد بصراحة أني أشوف المزارع نظيفة وأشوفها إن شاء الله راح تنتج. أما من ناحية كبد هم بعد جتنا اتصالات هم كثيرة كبد، لذلك هم بعد طلعت مع مدير عام بلدية وإخواني النواب، رحنا كبد وشفنا شفت شيء يعور القلب والله. إحنا هذا أمن غذائي يعني، ما يصير أنا أمن غذائي أحط لك أنت تروح تحط لي منجرة، أعطيك أمن غذائي تروح تحط لي ولا تسكر لي عزاب، ما يصير هذا يعني. بلغت عن اخواني قلت لهم بلقوهم يعني هذا انذار نهائي او السحب، يا يعني انك الامن غذائي امن غذائي، النجاره النجاره بصوب ثاني، ما يصير انا اعطيك اياها امن غذائي انت تاجرها على منجره او على مصانع، هذا كله تلوث بيئي ما نقبله احنا بصراحه. لذلك انا حريص كنت عليهم يعني، وشددت على اخواني النواب المدراء ان يكونون حريصين على هذا الوضع اللي قاعد يصير داخل كبد. نفايات برا بالشارع، مصانع تشتغل، ما يصير. نعم. يعني شيء والله نفس ما قلت يحز بالخاطر. احنا بازمه كورونا يعني شايف الامن الغذائي يعني شوي لولا يعني جد اخواننا المزارعين وشغلهم، ولا والله احنا يعني مثل ما تقولين وقف الامن الغذائي عندنا. لذلك احنا انا اطالب اخواني الان من تلفزيون الكويت اللي اخواني في كبد، يا اخي الامن الغذائي واجب عندنا، اشتغل على الامن الغذائي.